السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مصلحة الأرصاد الجوية تحضر من استمرار تساقط امطار عادية معتبره محليا على المناطق الشرقيه كسكيدا دعنا بالطرف. برج بعجريش صيف ميلا قسطينا قال مسوق راس من بواقيت باتنا وهذا الى غايه امسيه اليوم بحول الله كميه الامطار قد تفوق محليا ال 50 يجب اخذ الحيطه والحذر بالنسبه ليوم الغد باذن الله مصلحه الارصاد الجويه ترتقب تحسن تدريجي في حاله الطقس نحو المناطق الغربيه والوسطى هذا تدريجيا ضباب محلي خلال صباح الباكر نحو السواحل الغربيه تتبع اجواء مشبسة. اما بسواحل الوسطى ستخصها سحب عابره بدون فعاليه خلال الظهيره باذن الله ستتشكل امطار او ستتشكل خلايا رعدية نحو الهضاب الوسطى والغربيه تكون مرفوقه بامطار محليه بينما المناطق الشرقيه تبقى تشهد امطار رعدية تكون اكثر اعتبار نحو منطقه الاوراس الامطار ايضا ستشمل شمال الصحراء ومنطقه الواحد بينما منطقه السورات ستشهد تشكل خلايا رعدية منعزلة وهذا خلال الظهيرة وصفاتم سيميز تيندو في لغاية إليزي وصولا إلى أقصى الجنوب تسع درجات ستسجل خلال ليلة اليوم بكل الهضاب العليا وحتى بمنطقة الأوراس 11 درجة بقسنطينة 14 إلى 15 درجة بسواحل 20 درجة بشمال الصحراء بالصورة والتاسيلي 19 درجة بتندوف 25 درجة بالصحراء الوسطى 28 درجة بأقصى الجنوب فيما يخص الحرارة القصوى خلال ظهيرة الغد ستعرف ارتفاع نحو المناطق الغربية 29 درجة منتظرة بوهران 31 درجة بالعباس السعيده تيارت وحتى بغليزان ومعسكر 24 درجه بالعاصمه 25 درجه بتيزي وزو 22 درجه ببجايه بجيجل وعنابه ما بين 20 الى 23 درجه بكل الهضاب العليا والاوراس جنوبا 31 درجه منتظره بشمال الصحراء بالسوره 34 درجه بالتاسيلي 36 درجه بالهوغار 39 درجه بالصحراء الوسطى وال42 درجه كعلى مقياس باقصى الجنوب

فيما يخص البحر خلال يوم الغد سيكون قليل الاضطراب بسواحل الغربيه هادئ بسواحل الوسطى والشرقيه رياح ضعيفه تصبح معتدله بسواحل الوسطى والغربيه بالنسبه للايام القليله المقبله نستهلها بيوم الجمعه حيث المناطق الشماليه ستشهد عبور اضطراب جوي اخر يكون مرفوق بامطار رعدية هذا على كل المناطق الشماليه يكون اكثر نشاط وفعاليه نحو الهضاب الغربيه المناطق الجنوبيه ستبقى تشهد اجواء مستقره على العموم يوم السبت بحول الله المناطق الشماليه تبقى تشهد دائما امطار رعديه حاضره على كل السواحل حتى بالمرتفعات الداخليه تكون اكثر اعتبار نحو الهضاب الوسطى والغربيه نفس الوضعيه الجويه بالمناطق الجنوبيه يوم الاحد هنا مصلحه الارصاد الجويه ترتقي تحسن تدريجي في حاله الطقس المناطق الشرقيه تبقى تشهد اجواء متقلبه مع بقايا بعض الزخات من الامطار الرعدية اما بالهضاب الوسطى والغربيه دائما ستنشط بها خلايا رعدية خلال الظهيرة وعليه ستكون مرفوقة بزخات محليه نفس الوضعيه الجويه بالنسبه للمناطق الجنوبيه تبقى مستقره درجه الحراره تقارب المها الفصلي نعود إلى يوم الغد على مستوى العاصمة وضواحيها شروق الشمس سيكون في حدود الخامسة صباحا و وثلاثون دقيقة والغروب على الساعة الثامنة بالضبط مشاهدينا أشكركم على حسن المتابعة ودمتم في أمان الله